احنا بالفيديو اللي قبل هذا حكينا عن أهمية وضع سوري كيف الواحد يحط أهدافه، كيف الواحد يصنع الأهداف، حكينا عن طريقة السمارت، ماشي حال. فبعد ما الواحد يحط لحاله أهدافه، بعد ما الواحد يعرف شو الجهة أو شو الاتجاه الواحد لازم يتحرك فيها، لازم نعرف إنه الجهد ضروري. تحكوا لي أوكي طبيعي، يعني أوكي شو استفدنا من هذا الحكي؟ كتير ناس بتبعت لي مسجات بتسأل أسئلة عشان توضح موضوع معين، يعني محمد كيف أصير شخص صحي؟ بقول لهم والله جربوا طريقة السمارت، كيف تنظموا أهدافكم، كيف تعرفوا أنتم بالضبط شو الاتجاه اللي لازم تتحركوا فيه. بنشتغل على طريقة السمارت مع بعض. بعد ما نحكي عن طريقة السمارت بيسألوني مثلا أوكي أنا هلا عرفت إني كيف بدي أصير شخص صحي، ممكن تعطيني نصائح على موضوع الأكل؟ بعطيهم نصائح على موضوع الأكل. ممكن تعطيني نصائح على موضوع الرياضة؟ بعطيهم نصائح على موضوع الرياضة. بضلهم يسألوا أسئلة وأنا ما عندي أي مانع مع الأسئلة، زي ما أنتم عارفين برد على كل أسئلتي على الإنستغرام وعلى السناب شات ومعظم التيك توك. ما عندي أنا مشكلة بالأسئلة. اللي عندي مشكلة فيه لما أحس إنه الشخص عم بيسأل أسئلة عشان يحسس حاله إنه هو فعلا عم بيشتغل باتجاه هدفه. يعني لما أنت تسألني أسئلة وأنا عارف إنه هاي أسئلة كفاية إنك أنت تبلش تشتغل، حلو إني أنا أشوف إنه فعلا أنت بتاخذ هاي النصائح وبتبلش تشتغل فيها. يعني كتير ناس صراحة، وأنا حكون صريح، كمان شوي بتحسسني ان انا اروح العب رياضه عنها وانا ابلش اكل صحي عنها. مش هيك الشكل، مش هيك الشغله، مش هيك الفكره. لازم 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 الواحد بس يجمع المعلومات كفايه، بس يحط لحاله هدف، يحط في باله انه خلص اوكي انا لازم هلا احط الجهد. خليني اوريكم انا كيف بفكر فيها. عندنا احنا هون نقطه البدايه، نقطه البدايه ماشي، وعندنا هون الهدف. احنا طبعا حابين كلياتنا شو مكان الهدف، سواء ايش له علاقة بالدراسة، ايش له علاقة بالصحة، ايش له علاقة بالاصحاب، بالعيلة، ايش مكان بنحب نوصل من نقطة البداية للهدف، اشي طبيعي. عشان نوصل لازم احنا نعرف الطريق، صح ولا لا؟ لازم احنا نعرف اوكي انا كيف بدي اوصل، كيف بدي اصير شخص صحي، كيف بدي اخسر وزن، كيف بدي احسن علاماتي. انا لازم اعرف الطريق، وهذا اشي طبيعي. وانا هون بحب اساعد الناس وبحب فعلا اني احاول ارشد قدر المستطاع في مواضيع بقدر اساعد فيها، في مواضيع كثيره ما بقدر اساعد فيها وانا بكون واضح جدا مع الناس اللي بتسالني. فاحنا بنحتاج الطريق، خلينا نحط الطريق هون. اوكي هلا الطريق من البدايه للهدف عباره عن اسئله، اسئله كيف بدي اخسر وزن، كيف بدي اكل احسن، كيف بدي العب الرياضه، مثلا موضوع الدراسه كيف ممكن اخفف يعني الشغلات اللي بتشتتني، كيف مثلا عندك نصائح للناس اللي داخلين على الجامعه، هاي الشغلات ما عندي مانع. فهون من نقطه البدايه للطريق لتتعرف على الطريق انت فعلا بتحتاج تسال اسئله، وهذا اشي طبيعي وهذا اشي انا بحفز وبشجع الناس انها تسويه. هاي مره 5 دقائق إن الواحد يسأل أسئلة. هلا بعد ما تسأل أسئلة، وهذا الجزء مثلا بيني وبينك، سامحوني لأنه في فلاش وفي رينج لايت، أنا مبدئيا انعميت كل ما أطلع على السبورة مش عارف شو المكتوب. بيني وبينك يعني في هون بهاي المرحلة من هون لهون فعلا في تواصل كتير وعم بساعد بقى، عم يعني بنحكي مع بعض ومع بعض احنا عم نحاول نعرف فعلا شو احسن طريق نوصل من هون لهون. هلا بس هاي المرحلة احنا ننجز فيها لازم انت تاخذ الخطوة هاي. هاي خطوة كتير مهمة، وهاي الخطوة اللي كتير ناس بتتراجع فيها، كتير ناس بتحس بتكسل، بس توصل هون بتكسل، بتكتفي، بتقول انا خلاص ما بدي، بطلت. هاي يعني لوحدك، لوحدك او معظم الشغل حيكون لحالك. الدراسة مثلا كتير ناس، صح ممكن انت تحب تدرس مع اصحابك، ممكن تستعين بصديق، ممكن تستعين بمدرس، ممكن عادي جدا الواحد، يعني انا كمان لما كنت بدرس كنت بسأل ناس عندي اسئلة، بس معظم الدراسة بدها تكون لحالي، صح ولا لا؟ عشان اعرف شو يعني هذا. معظم الشغل من هون من الطريق للهدف لازم تكون لحالك، او على الاقل يعني معظم الشغل لازم تكون لحالك. هلا بدي انبه على شغلة، تقريبا مستحيل الواحد بهاي المرحلة يكون عارف
بالضبط كل التفاصيل، وعنده سائل كل الأسئلة وعنده كل الأجوبة. طبيعي جدا أي واحد داخل على مجال جديد بيسأل اللي هو بيقدر يفكر فيه، والباقي خلص تياسير يعني، بشوف ممكن يغلط، ممكن يلاقي إشي مفاجئ عادي. بس لازم يعني لما تحس إنه أنا أوكي عندي على الأقل كم عدد من الأجوبة كافية عشان أبلش شغل، عشان أبلش بهذا الطريق، لازم أنت تبلش هون. لأنه مستحيل مستحيل إذا أنت ما أخذت هاي الخطوة، إذا ما أخذت هاي الخطوة مستحيل توصل من البداية للهدف، جدا صعب. أوكي، فعشان هيك أول ما تسألوا سواء أنا أو أي حدا تاني بأي موضوع في حياتكم وتجمعوا عدد أجوبة كفاية، بصير الوقت إنه أنا أوكي لازم يعني تجهزوا حالكم إنه أنا لازم أحط فعلي إني لازم أنا أخذ الخطوة وأبلش أشتغل، لازم أحط جهدي في الموضوع. وللأسف يعني أنا قد ما هاي المسألة بتجيني بحس إنه فعلا يمكن الناس مفكرة إنه كل ما سألت أسئلة وكل ما مثلا ناس تانيين جاوب عليها إنه هاي بتساعدهم تقرب للهدف. أنت فعلا بتقرب للهدف بس لحد معين، يعني أنت ممكن تضل تسأل 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 تسأل، حتكون عندك معرفة كتير منيحة بالطريق، بس إذا ما طلعت وأخذت الجهد هون ما بتوصل. يعني فكر فيها بالمشوار، بدك تروح من البيت للمول، من البيت للمول عرفتوا الطريق، حفظتوا الطريق، عرفتوا بالضبط شو الدخلات وشو الطلعات، إذا ما ركبتوا في السيارة بحياتكم ما حتوصلوا للمول. ممكن تسأل وممكن تستفسر وتعرف الإشارة إمتى بتضوي وإمتى بتطفي، وتعرف كل إشي عن سيارتك والسرعة اللي لازم تسوق فيها. يعني شايفين ممكن فعلا تدخل بالتفاصيل، بس من المنطق إنه أنا ما حوصل للمول إذا ما ركبت في السيارة. نفس الفكرة هون. فبديش أنا أطور كتير بالموضوع، يا ريت إنه كل واحد حاطط في عقله هدف يسأل. أنا بشدد لازم تسألوا، هاي المرحلة بدونها ما حتعرفوا توصلوا. مرة تانية، إذا بدك توصل من البيت للمول ممكن أنت تلف طول عمرك، إذا ما عرفت الطريق ما بتوصل. فلازم تسألوا أسئلة، بس ممكن تكون في مفاجآت، ممكن تكون في شغلات ما بتعرفوها، عادي ما تخلوا هاي الشغلات تردعكم. جربوا، اعملوا هذا السهم مهم، هذا السهم اللي أنا بحكي عنه اليوم، هذا هو. فبس تسألوا بس، ها يكون عندكم فكرة كيف، روحوا هون. ومقابل كل حدا بسأل أسئلة كتير وما بعمل في ما بدي اقول النصائح، بس بدي اقول الارشادات اللي انا بعطيهم اياها. في ناس كثير بمجرد نصائح قليله او مجرد بعض الارشاد وهذا بتلاقيهم فعلا عملوا تغييرات كثير كبيره بحياتهم. يعني الحمد لله الناس بتدخل على اللايف، يعني انا هلا مشغل لايف بالتيك توك، الناس بتدخل على اللايف، في ناس بتقول لي الحمد لله محمد قدرنا مثلا نظبط في الدراسه، قدرنا نركز اكثر، نقدر قدرنا مثلا نخسر وزن اكثر. يعني في كثير ناس فعلا تاخذ كم نصيحه بس بدها تعرف انت وجهني يا محمد شو الاتجاه اللي امشي فيه وانا بدي امشي فيه. هدول الناس كمان اللي بشوفوا نجاحات كتير كبيره، وحتى اني يعني شوفوا انا اللي بكون معطيهم اياها اشياء بسيطه جدا. وفي ناس بكون معطيها نصائح الدنيا ومعلومات وبعت لهم لينكات وفيديوهات ورسائل صوتيه، وبالاخير ما بيخطوا هاي الخطوه وهم زي ما هم. فهذا هو نهايه الدرس. اتذكروا انه الجهد ضروري، لازم ان الواحد بس يعرف الاجابه أو بس يعرفها الطريق كيف شكله، يبلش يدخل على الطريق ويتوكل. تمام؟